أهلا وسهلا بكم في رحاب قناة مفاتيح المعرفة، قناة تربوية متنوعة، إرشاد، توجيه، موعظة، لغة، أدب، فن، ثقافة. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أهلا وسهلا بكم من جديد مع اللعبة الثانية من اللعب النشط جو أكتيف تحت عنوان اجلس على العشب أسي دون لارب. كما هو معروف دائما، فغالبا ما ينتاب التلاميذ تخوف في بداية السنة الدراسية، لأنهم انتقلوا إلى مستوى جديد وسيدرسون عند أساتذة جدد، وقد لا يقع تواصل جيد بينهم وبين الأستاذ في البداية، لذا لابد من كسر جليد أو تدويب جليد في بداية السنة الدراسية حتى تقع ألفة بين التلاميذ مع بعضهم البعض من جهة، ومع أساتذتهم من جهة أخرى. ولكسر الجليد طرق عديدة تكون على شكل ألعاب جماعية، منها لعبة اجلس على العشب التي سنتناولها بالشرح المفصل في هذا الشريط باللغتين العربية والفرنسية معا. قبل البدء، لا تنسوا الاشتراك في القناة والضغط على زر الإعجاب، وحتى تعم الفائدة شاركوا الشريط مع زملائكم وزميلاتكم. فرجة ممتعة. سنبدأ شرح اللعبة بالعربية أولا، ثم بعد ذلك سننتقل إلى شرح خطوات هذه اللعبة بالفرنسية أيضا. اجلس على العشب أسي دون لارب. على شخصين تنافس من أجل الوصول للكرسي الحر. قواعد اللعبة: أولا، تصف الكراسي على شكل دائرة بعدد المشاركين، ثم يضاف كرسي يبقى فارغا. ثانيا، يجلس المشاركون في اللعبة على الكراسي ويبقى كرسيا حرا هو الذي ستكون المنافسة حوله. ثالثا، لنقل أن عدد المشاركين 10 مثلا، نرقمهم من 1 إلى 10. أما في الواقع فإن كل مشارك سيشارك باسمه الخاص: أحمد، مريم، علي، عمر، سناء، إلى غير ذلك. رابعا، يتسابق مشاركان على الكرسي الفارغ من سيجلس عليه أولا. المتسابقان أحدهما يكون على يمين الكرسي والآخر على يساره. لنقل أن رقم 1 يوجد على اليمين ورقم 2 يوجد على اليسار. إذن فرقم 1 ورقم 2 هما من سيبدأان السباق كالتالي: يتسابق رقم 1 ورقم 2 على الكرسي الفارغ، من وصل له يجلس عليه ويعود الآخر إلى مكانه. مثلا لنقل أن الذي وصل الأول هو رقم 1، سيجلس على الكرسي قائلا اجلس، ويبقى كرسيه فارغا بينما يعود رقم 2 إلى مكانه. في هذه الأثناء يجلس رقم 3 على الكرسي الفارغ قائلا على العشب، ويجلس رقم 4 على الكرسي الذي حرره رقم 3 قائلا مع صديقي، ويسمي أحد المشاركين في المجموعة. يصبح لدينا كرسيا فارغا يتسابق للحصول عليه المتسابقان المتواجدان عن يمينه ويساره، وتستمر اللعبة إلى أن ينتهي الوقت محدد لها. سوف نقوم بشرح هذه التفاصيل بشكل جيد على شكل خطاطة، وبعده سنقوم بشرح
طريقتي باللغة الفرنسية. تصف الكراسي على شكل دائرة كما هو واضح في الرسم أمامكم، ونقوم بوضعها بشكل جيد. يمكن أن نترك مسافة قصيرة ما بين كل كرسي وآخر على أن تكون هذه المسافة متساوية بين الكراسي جميعا. ثم يجلس المشاركون على الكراسي. سنعطي لهؤلاء المشاركين أرقاما، 1، 2، 3، 4، 5، 6، 7، 8، 9، 10. وكما نلاحظ يبقى الكرسي رقم 11 فارغا. سيبدأ السباق على الجلوس على الكرسي الفارغ ما بين رقم 1 و 2، لأن رقم 1 يتواجد على يمين الكرسي ورقم 2 يتواجد على يساره. من سيسبق أولا هو الذي سيجلس على الكرسي الفارغ والآخر سيعود لمكانه. لنقل أن رقم 1 هو الذي وصل أولا، سيجلس على الكرسي قائلا اجلس، وبالتالي يكون قد حرر لنا كرسيا يجلس عليه رقم 3 قائلا على العشب، ورقم 3 حرر كرسيه ليجلس عليه رقم 4 قائلا مع صديقي، ثم يختار أحد الأصدقاء الموجودين على الكراسي حول الدائرة. مثلا نقول أنه قد اختار رقم 8، ينتقل رقم 8 للجلوس مكان رقم 4، فيصبح كرسي رقم 8 هو الكرسي الفارغ، وبذلك يتنافس حول الجلوس عليه كل من رقم 7 ورقم 9. إذا سبق رقم 7 للجلوس على الكرسي الفارغ فسيحل محله رقم 6، ورقم 6 يحل محله رقم 5. أما إذا سبق رقم 9 سيحل محل 9 10، ومحل 10 2، وهكذا تستمر اللعبة إلى أن ينتهي وقت محدد. والآن مع شرح تفاصيل هذه اللعبة باللغة الفرنسية كما هو واضح أمامكم. Assis dans l'herbe. Deux personnes doivent se battre pour une chaise libre, ce qui provoque des contacts rapides et parfois des situations où l'un se retrouve sur les genoux de l'autre ou même par terre. Cela ne dérange personne dans le contexte du jeu. Les règles du jeu. Les participants sont assis en cercle, une chaise restant libre, les participants assis de part et d'autre part de la chaise. A et B se précipitent sur la place libre. Celui qui prend possession, le premier s'installe et dit assis. Soit A l'emporte, B retourne à sa place et A s'installe en disant assis. De ce fait, il libère une chaise sur laquelle C s'assied en disant dans l'herbe. C libère à son tour une place sur laquelle D s'assied en disant avec mon ami. Il donne le nom d'une des personnes du groupe. Celle-ci se lève et vient prendre place. Elle libère à son tour une chaise qui convoite les deux voisins immédiats. Et le jeu continue. أرجو أن تكون قد نالت إعجابكم هذه اللعبة وأن تجربوها داخل أقسامكم أساتذة كنتم أو مع بعضكم البعض تلاميذ أو أطفال كنتم، كما أن هذه اللعبة يمكن أن نقوم بها إذا كنا في محاضرة، نلقيها أمام حشد من الناس وحتى نزيل أو نكسر الجليد بين المحاضر وبين المشاركين في المحاضرة. يمكن القيام بهذه اللعبة، بمعنى أن هذه اللعبة يقوم بها الكبار والصغار معا.
لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس حتى يصلكم كل جديد، ولا تنسوا الضغط على زر الإعجاب ومشاركة الشريط مع زملائكم وزميلاتكم لتعم الفائدة، وإلى اللقاء مع لعبة أخرى. شكرا على حسن تتبعكم، وإلى لقاء جديد مع مفتاح جديد من مفاتيح المعرفة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.